بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بيكم، سعداء بوجودكم، أهلا وسهلا، وكل سنة وأنتم طيبين. والحقيقة النهاردة يمكن من الأيام الجميلة قوي في حياتنا هنا، مش في الكلية الحربية لكن في مصر كمان، لأن إحنا يعني كنت لسه بتكلم مع طلبة الكلية الصبح بدري، لأن إحنا الحمد لله وفقنا في إن إحنا يعني نزيل خطر كبير جدا عن بلدنا مصر خلال ال10 سنين اللي فاتوا دول، أو من لأن المواجهة بدأت مش بس من 2013. الحقيقة المواجهة مع الإرهاب في مصر ومع التطرف اللي كان موجود في سيناء كان من بدري عن كده، لكن المواجهة العسكرية كانت كبيرة قوي اعتبار من 2013. فأنا بمناسبة إن أنتم موجودين معانا هنا النهاردة، ببارك لمصر وببارك لكم على الجهد اللي قدموه ولاد مصر، الجهد والعرق والدم اللي قدموه ولاد مصر، ضباط وصف وجنود من الجيش والشرطة، هم اللي قدموا الدم ده عشان النهاردة نبقى احنا قاعدين بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل تضحيات أسر مصرية بسيطة جدا جدا في كل حتة في مصر، قدمت ولادها لأجل البلد دي تعيش وتبقى في أمان وسلام. ده يشكل عبء علينا كبير قوي، علينا كمصريين، في إن احنا نحافظ على اللي اتعمل، نحافظ على اللي اتعمل واللي دفع فيه ثمن كبير قوي خلال الفترة اللي فاتت. يهمني أقول برضو هنا إن احنا بنمر بظروف صعبة زينا زي كل الدنيا، بقالنا 3 سنين تقريبا، السنتين بتوع كورونا والسنة الثالثة اللي هي خلصت حتى وبدأنا في سنة تانية، معرفش، نتمنى من الله سبحانه وتعالى إن هي تنتهي ويبقى الأزمة دي بكل أثرها تنتهي، لأن ليها يعني متسبب أزمات كبيرة جدا في العالم وعندنا هنا في مصر. لكن الدولة المصرية بمؤسساتها بتسعى إن الأزمة دي تكون في أقل ما يمكن من التأثير. بنحاول في ظل الظروف ديت إن إحنا نخلي يعني الحياة يعني ما تبقاش قاسية قوي على الناس. هي قاسية؟ أيوة. صعبة؟ أيوة. تكاليفها عبء على الناس؟ ما فيش كلام، وبكلم المصريين كلها من خلالكم. يعني تعداد مصر 104-105 مليون، وكل كام شهر بنزيد مليون تقريبا، يعني السنة بنزيد فيها 2 مليون. وفي عندنا ضيوف في مصر انا ما بقولش عليهم اسم تاني، 6-7 مليون عايشين معانا. لما تيجي عايز تقول عايز اوفر لل105 ولا ال104 مليون كل الطلبات بتاعتهم، ده امر مش بسيط، مش فلوس بس، ده تنظيم. ليه كمان؟ لان الاسعار مش بس ان احنا نوفر ده، لكن كمان الاسعار بتاعتها، اسعار السلع ديت ما بقتش زي الاول، زادت، وانتوا عارفين كده كويس. احنا بنخلي شبكه من المنافذ ومن عربيات التوزيع للمنتجات تبقى موجوده في اقرب ما يمكن يعني للمناطق السكنيه عشان توفر اسعار ما تبقاش ضاغطه قوي. لكن ابدا احنا ما عكسناش التكلفه الحقيقيه، وانا بقول لكم الكلام ده وارجو ان انتم تاخدوه مني. طب في خوف عند الناس؟ انا ملاحظ ده. طب انا موافق عليه؟ لا خالص. هو انت اول مره تشوف مشكله ولا ايه؟ اول مره يا مصريين تقابلوا ازمه؟ ما احنا دايما في السنين اللي فاتت بشوف ازمات، ومصر صمدت وعاشت وهتصمد وهتعيش. صحيح. بمين؟ هي صمدت بالحكومه،
لا صمدت بالناس بالشعب بيكو يعني، فما فيش مجال ابدا والله للخوف والقلق، ودي يمكن رابع مره اقولها خالص. احنا بخير وسلام الحمد لله، وكل الامور موجوده بفضل الله، والامور هتبقى احسن من كده ان شاء الله. احسن من كده امال ايه؟ عندكم شك؟ اوعى تفتكروا ان انا بقول كلام معنوي يعني عشان، لا 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 والله العظيم ان انا مطمئن جدا بالله، مطمئن جدا جدا بالله مش بينا. امال ايه؟ فان كانت الظروف صعبه مفيش مشكله هتعدي، وبكره الايام دي تبقى برضو زي الايام اللي قبل كده، ونقول كان ياما قابلتنا مشاكل وحد، بس انتوا نسيتوا. افتكروا كده لما كان يتقال ان في الاشرار فجروا جامع ولا كنيسه ولا هجموا على كمين ولا هجموا على مش عارف ايه، وشوفوا مصر كلها زعلانه كلها. طب ده تجاوزناه، عبرناه، خلص. امال ايه؟ الحمد لله. حد يقول الله انت بتتكلم في الموضوع ده يعني ليه دلوقتي؟ دي المناسبه دي مناسبه جميله قوي، واحنا جايين مبسوطين نقعد مع اولادنا وصحيح، وانا جاي عشانكم، وانا جاي كمان عشانكم. كل سنه انا ببقى حريص على ان انا اكون موجود في المناسبه ديت مع الاسر، اشكرها انها جابت وقدمت اولادها لمصر وبقوا موجودين معانا هنا، فانا بشكركم على ده، وباجي عشان اقول كده، عشان اقول متشكر على ان كنتم قدمتم ابنائكم لبلدكم مصر. يعني الامانه اللي انتوا اديتوها لنا هنا فالتغيير ده اللي انتوا بتشوفوه وانا احنا متابعينه، لان احنا بنعتبر ده، انتوا بتكون هل تتصوروا ان انا ممكن اكون بكلم مدير الاكاديميه هنا على الاقل مرتين في الاسبوع؟ حد يصدق؟ والله على الاقل مرتين في الاسبوع عشان اتابع الموقف واخبارهم ايه، الصحه العامه بتاعتهم عامله ايه، التدريب بتاعهم اخباره ايه، وكلام كتير قوي يعني في بناء الشخصيه ديت عشان تبقى شخصيه مسؤوله وامينه وشريفه وتحافظ وتحمي بلدها بدمها وبروحها. فبهنيكم، بهني الاسر وبهني الشباب على اول خطوه، ونكمل. انا بكلم الشباب الطلبه نكمل، لسه بدري. الف مبروك، ألف مبروك. كل سنة وأنتم طيبين. مرة تانية بوجه لكم الشكر والتحية والاحترام وكل التقدير، إن أنتم يعني قدمتم أبناء عظام. صدقوني إحنا بنبقى حريصين جدا جدا ننتقي ونفرز ونختبر على مدى شهور طويلة قوي عقبال الابن اللي قدام حضراتكم يبقى موجود عضو من اعضاء القوات المسلحه. بنقدم له احسن تدريب، نفرح. الف مبروك. اوعوا ابدا يا اهل مصر حاجه تاثر فيكم ولا حد يتكلم يخوفكم ويقلقكم ابدا. بس انا بقول للرجال وبقول كمان للمرأة المصرية، كلنا مع بعض كده نحط ايدينا في ايدين بعض ونظموا اكتر معلش، واستحملوا اكتر معلش، بس ويخليكم ربنا، يخليكم انتوا ويحميكم ويحمي ويبارك فيكم. امين يا رب. تشك شك شك. فألف مبروك وأهلا وسهلا، كل سنة وأنتم طيبين. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.
ربنا يبارك في عمرك، ربنا يبارك في عمرك، ربنا يحفظك، ربنا يحفظك. ربنا يبارك يا ريس. والله 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 حلمت اكتر من مره ان انا هجيب حضرتك، اقسم برب العزه، اقسم بالله حلمت اكتر من مره ان اجيب حضرتك وتحججي. والله انا قلبي هيجي بتحججي. ربنا يبارك في عمرك، ربنا يبارك في عمرك، ربنا يبارك في عمرك يا ريس، ربنا يخليك، ربنا يحفظك، ربنا يحفظك، ربنا يحفظك. ساعدونا بالدعوات بعمرك جميله يا رب. وانا لا واحد من الحرم ماشي، هو ليه الحرم ماشي؟ ماشي لما كنت تدعس في السجون لو بقى سواء 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 شرفنا بيك يا ريس والله، شرفنا بيك والله. اهلا وسهلا بيك، اهلا وسهلا، ازيك يا مهاب؟ عامل ايه؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. شرفنا من شرفنا حضرتك. مليكة شك 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 شرفنا شك شك. يا مهاب عامل ايه؟ الله يرحمه. ايه رايك؟ لا مين والله. لا صحيح. اه والله. اتهيأ خالص عن الاول. يعني بيتعبش في البيت؟ لا لا طول عمره مريح بالله. طول عمره مريح. صحيح. والله. هو ربنا اكرمه بيكوا لانه اصلا يستاهل يبقى. واحنا مهاب ربنا اكرمنا. اكيد. هم دي. كلكم ربنا اكرمكم بعد، ربنا يجعلكم يزقوا مصر. امين يا رب العالمين. شربنا بصحتك. محمد اتغير ولا لسه شويه؟ اتغير تمام الاحسن ولا لا؟ صحيح بجد. طب وليه اتغير ازاي؟ كل التصرفات. اسمع الكلام جامد، كل التصرفات الصراحه. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا فندم، ربنا يبارك فيك يا ريس، ربنا يحفظك. يا احمد يا ريس وديته؟ حبيبتك يا احمد. تمام الحمد لله. صحيح مية مية والله. نسمع الكلام. تمام والله الحمد لله. بس ما زي ما يقولوا ما جاكش يعني اولنا الحمد لله. يا احمد فرصه عظيمه ربنا يبارك، بركه ربنا يخليك. ربنا يخليك ربنا يخليك يا راجل، ربنا يخليك يا راجل. 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 ربنا يخليك لنا يا فندم، وتفضل تشيل المصر كده. شيلها يا ربنا يقوينا يا فندم، ويبقى حاجة كويسة قدام. إن شاء الله دلوقتي قدام. بإذن الله يا فندم. ربنا يخليك. ربنا يخليك. أوي 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 يا سعد. سيبش يا حبيبي. أقول لهم ده شنو كده يعني؟ ده ليه رأيك؟ عايز تمشي حاجة تانية. ها؟ 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 عايز تخليه أحمد ولا عايز تخليه أحمد؟ شكرا يا فندم. السلام عليكم. ازيك يا يوسف؟ عامل ايه الدنيا؟ بنحبك قوي يا راجل، بنحبك قوي قوي والله. احنا صبحنا في ربنا سبحانه وتعالى. ان شاء الله ربنا ينصر مصر، ان شاء الله ربنا ينصر مصر، ان شاء الله باذن الله مصر هتعدي. واحنا قدمنا اولادنا مقاتلين، واحنا عندنا استعداد كمدنيين لكل مقاتلين في شاف الجيش المصري. سلام عليكم. لا نبيتك انت انصاري، لا نبيتك انت انصاري. اصل على عبد الرب اني سالت ماركت البيز. انا بحبك عينيا وحبك. تسلم عينيا. هي شبابي بحبك عينيا.
الله يحميك الله يحميك ويقعوك على الشعب مصر والله سانتا برايك.